على إثر الزيارة التي يقوم بها حاليا جلالة الملك محمد السادس بمعية أسرته الصغيرة للولايات المتحدة الأمريكية، نقل الفنان المغربي أمير علي المقيم هناك بأمريكا عبر تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك أحداثا مثيرة حول زيارة الملك وطريقة التفاعل بعد أفراد الجالية مع هذا الحدث، حيث عبر عن غضبه الشديد مؤكدا أن الملك وأسرته هم في عطلة خاصة ولا يجب إزعاجهم أبدا. ذات المتحدث أضاف: على هما خلو سيدنا الله ينصره يدوز العطلة في خاطره، هل اللي واقف عليه وهو كيتعشى، هل اللي كيتسنى في اللوبي والباب دلوطيل، هل اللي مشاو للحوانت في المولات كل واحد في حانوت وكيديروا راسهم كيتقداو وتلاقاو صدفه، هل اللي دار برا في يديه وجدها قبل برا في يديه وجدها قبل وسافروا من كل مدن فلوريدا خاصه اورلاندو، واحد من اورلاندو خدا شومبر في نفس الاوتيل اللي فيه سيدنا، كاين سيربريز، وكاينين اللي ما خاصهم غير وطلعوا يطلبوا، كاين اللي ما خاصهم خير وطلعوا يطلبوا. وختم أمير علي تدوينته قائلا: تمنيت لقاء ملكي لكن لم أذهب احتراما لحياته الشخصية والعائلية، أحبه في الله دون طلبات من كثرة تواضع وطيبوبة ملكنا الله ينصره، وبنادم ما كيفهمش أن سيدنا في عطلة، الله يهدينا نحترم حياة الناس خاصة.